محتاجين نتكلم على موضوع كده مهم في المونجو دي بي اللي هو الجوين. ازاي اجيب بيانات متعلقه ببيانات، رغم ان هو يعني موضوع انا شايف ان هو من اهميه في مكان الناس كلها تبقى عارفها. طبعا المونجو دي بي مش ريليشنال داتابيز، يعني مفيش اللي هو شكل العلاقات المباشر اللي احنا بنعمله في اي داتابيز عاديه، لكن في طريقه اسمها لوك اب. اللوك اب دي ممكن تعمل لنا حاجه كده اكنك بتعمل جوين، خلاص اكنك بتعمل ايه جوين، يعني بتجيب بيانات متعلقه ببعضها البعض يعني. فلو احنا دخلنا على مثلا على سبيل المثال على المونجو كومباس ده عشان مثلا نفتح الداتابيز بتاعتنا، كنا عاملين كوليكشن واحد اسمه امبلوي. تعال نتخيل ان الكوليكشن ده في كوليكشن تاني مفترض ان هو ريليتد بيك، يعني نتخيل كده انا هخش على الكونكشن الاخير اللي احنا كنا عاملينه قبل كده على طول، ودي يفتح ثواني اشتغل عليه كونكت كده. تمام، كانت اللي هي البيرول دي ماشي، كان عندي الاي دي والنيم والسالري والجندر والجو ماشي كده. مثلا هنعمل كوليكشن جديد، كريت كوليكشن كده قلت له اسميه ديبارتمنت اللي هو القسم يعني، وعملت كريت كوليكشن ماشي. تمام، كوليكشن اسمه ديبارتمنت ده فاضي، احط فيه بس الاي دي ماشي، ادي نيم الديبارتمنت نيم مثلا قسم الاي تي مثلا، يعني المانجر المفروض ده هيبقى فورين كي، انا متخيل كده مرتبط مع الامبلوي، يعني هكتب رقم موظف هو موجود هناك، هكتب رقم موظف موجود هناك، هتخيل كده يعني. طيب واحد، واللوكيشن مثلا جيزه ترو انسيرت ماشي. طيب عملت انسيرت دوكيمنت تاني برضو دي نيم مانجر، اسف دي نيم اللي هو ديبارتمنت نيم ريسيرش مثلا قسم البحوث، والمانجر وليكن رقم 2 واللوكيشن مثلا كرابت كايرو اي شيء ماشي. المهم ان المانجر اي دي ده انا دلوقتي المفترض ان انا لما اقول مانجر اي دي واحد وهناك مانجر اي دي اتنين، انا متخيل ان في موظف هنا رقم واحد، يبقى واحد ده هو اللي بيمانج قسم الاي تي، قسم الريسيرش موظف رقم اتنين، فممكن نتخيل هنا ان الايه الاي دي هنا خلاص هو يعني لو عملناه سترينج كده وحاولنا نقول ده رقم اتنين عايز يعدل ماشي ابديت وحذفه خالص ما زعل منه ماشي مش مشكله، هقول له الاي دي رقم اتنين هو مش عايز يقعد كده بالشكل ده، عشان كنا بنقعد بمزاجنا احنا، فكنا احنا بنحدد الايه الاي دي بتاعنا، قلت له خلاص شيله وانا اعمله انا اي دي واقول ده اتنين واقول النيم سيد والسالري 5000 والجندر ميل والجوب ديفلوبر مثلا ماشي. على العموم ايا كان المقصود دلوقتي ان انا عندي في الديبارتمنت لما اقول مانجر واحد يبقى المفروض الايه الامبلوي رقم واحد هنا بالنسبه لي هو ده اللي بيمانج الايه الموضوع بتاعي ده اللي ده مش عايزينه
لما اقول هنا في الديبارتمنت متخيل مانجر رقم 2، يبقى انا متخيل ان الموظف رقم 2 هنا هو اللي ايه، هو المرتبط بيه. فانا عايز اجيب داتا متجمعه من الاثنين. اعمل ازاي ده؟ اعمله ازاي؟ اولا اسيب اس كده، اسميه جوين دوت جي اس، وما احناش ماشي عملنا الداتابيز مفيش مشكله. والكوليكشن بتاعنا اللي احنا بندور فيه هقول هو الديبارتمنت، خلاص. ومش هدور بفايند، هدور بحاجه اسمها اجريجيت. يعني جمع على حسب، ماشي. اجريجيت بتاخد مني هنا array، خلاص هنتكلم عليها دلوقتي. طبعا دوت تو array مفيش مشكله، وايرور والريزلت، يعني الايرور والريزلت دول برضو هم طبعا مش الرايتر النتيجه بالشكل ده خالص ولا حاجه. انا بس يكفيني كونسول دوت لوج ويطبع الريزلت اللي هي جات لي حاليا وخلاص. طيب عشان نشوف بس شكل الداتا، يعني طبعا الار اس ده جاي لي المفروض جاي لي بشكل جيسون. لو انا عايز افكه ممكن اعمل جيسون يعني بالجافا سكريبت عادي، يعني جيسون دوت سترينج فاي واديله الايه الار اس ده فيفكه لي كايه كسترينج يعني، ويتباع في اللوج مفيش مشكله. يهمني دلوقتي بقى الحته دي اللي هي اجريجيت وفي اري هنا، اعمل ايه في الاجريجيت دي؟ هفتح كده قوسين واقوم جاي قايل له لوك اب. لوك اب دي اتفقنا عليها هي اللي هتحدد لي الموضوع كله. افتح لها القوسين بتوعها كده واحدد هنا بقى المحددات اللي انا عايزها. اولا هقول له انا عايز اجيب الداتا فروم مين. اول حاجه هقول له فروم الامبليز، يعني انا عايز اوصل لداتا من جدول امبليز ده الامبلي، ماشي، اللي هو الكوليكشن بتاع الامبلي، ماشي حلو. وبحدد بعد كده حاجه اسمها لوكال فيلد. اللوكال فيلد المقصود بيه الاتريبيوت اللي موجود عندي دلوقتي انا كديبارتمنت وليه علاقه بالامبلي. يبقى كده اللوكال فيلد هو الفيلد اللي موجود عندي في الديبارتمنت ومربوط بالامبلي اللي هو كان المانجر، اللي هو كان مانجر، ماشي المانجر. طيب عرفنا الفيلد عندي ده اللوكال بتاعي. طب الفورين كي اللي بيقابله الناحيه الثانيه هو مين؟ يعني اللي ده اللوكال فيلد اللي عندي في الديبارتمنت اللي هو المانجر اللي هو ده. لو رجعنا كده الديبارتمنت هنلاقي ان هو المانجر ده، سوري، مربوط بمين في الامبلي؟ المانجر ده مربوط بمين في الامبلي؟ مربوط المانجر ده واحد مربوط في مين في الامبلي؟ مربوط بالاندرسكور اي دي في الامبلي، صح؟ يبقى لازم اقول له بعد كده بعد اللوكال فيلد اقول له الايه؟ الفورين كي بقى او الفورين فيلد. طبعا المفروض بتكلم برضو مع ناس عندها في الحته دي خلفيه عن الريليشنال داتابيز والعلاقات وكده، والا هيبقى العمليه بالنسبه لهم يعني شويه خزعبلات شويه يعني. فلو كان طبعا عنده مشكله او مش قادر يفهم دي، يبقى فاهم ان هو عنده مشكله اصلا في فكره الداتابيز والريليشن شيبس والكلام ده كله. المهم الفورين فيلد يعني الفيلد بقى للناحيه الثانيه اللي هو الاندر سكور اي دي، هو ده اللي انا بربطه بيه، صح؟ عشان واحد هنا تكون بتساوي واحد هنا، اجوزهم لبعض. وممكن كمان احط يعني حاجه اسمها از اتريبيوت ثانيه، وده اكن دوت التيبل اللي في النص الوسيط اللي بينهم هما الاثنين، او الرابط اللي هيحصل ما بين الاثنين. ممكن نسميه ديبارتمنت ديبارتمنت مانجرز اندرسكور مانجرز او ديبارتمنت مانجر كده، يعني هيبقى اسم الايه كانه اسم النتيجه اللي هتطلع يعني، ماشي. تعال نشوف كده اللوك اب اللي احنا عملناها دي، ممكن احسن من شكلها شويه. كل اتريبيوت لوحده كده، نيو لاين، دي كده قفلت الايه
ماشي دي اللوك اب هوم فروم ولوكال فيلد فورم فيلد فيلد واز كده بعمل لوك اب النتيجه ترجع لي في الار اس الار اس انا طبعته على طول في الكونسول بجيسون دوت سترينج فايل عشان مش في وقت ان احنا نظبط العرض يعني ماشي محتاج ان انا ارن ده كل انا هقول له نود سبيس اكو تعال اسمه ايه هو الفايل اسمه join .js فود ام على لوكال هوست 8080 اقوم بس السيرفر عشان يلقط ويرن الفايل فهقول له لوكال هوست و 8080 ودوس انتر ماشي قال لي ماشي وورنج مش عارفين مونجو انون ارجمنت لوك اب اللي هو الفورين فيلد مكتوبه غلط في هنا ار ناقصه بس مش اكتر مفروض كده اي اي جي مظبوط ان ماشي سيف وارجع تاني ادوس كنترول سي هنا عشان يوقف سهم لفوق ادوس انتر وادوس هنا انتر ادي نتيجه الداتا اللي جات لي محتاج اشوفها كويس اهي من اول اي دي للنهايه طبعا مش هتشوفوها معايا هفتح كده نوتباد يكون فيها فونت كبير نرمي الداتا دي كده قدام عينينا عشان نشوف قال لي بص الاي دي مش عارف كام الديبارتمنت اللي اسمه الاي تي المانجر كان واحد اللوكيشن جيزه الديبارتمنت بقى مانجر قصه الري وقال هيقول لي ايه هي بقى خلاص في ديبارتمنت مانجر ايه الديبارتمنت مانجر بقى ادها اي دي من عنده ماشي وادها دي نيم ده قسم اللي هو الريسيرش مانجر ثواني كده احنا الاولانيه كانت ايه الاولانيه كانت دي نيم الاي تي وبعد كده رمى المانجر ماشي وكان رمى الايه القسم الثاني اللي هو الريسيرش ماشي وبرده ايه بقى قالك الريسيرش الديبارتمنت مانجر بتاعه حط لك اتنين الاي دي اتنين اللي هو سيد والسالي 5000 ومش عارفين ده كلام جميل ده سيد اللي هو بتاع القسم الثاني ده كلام سليم هو اتكرر مرتين طبعا مرتين مش قضيتي ان هو طبعا مرتين دلوقتي انا قضيتي ايه المشكله اللي عندي ان الاي تي المانجر رقم واحد ما جابش الداتا بتاعته ماشي لكن رقم اتنين هو اللي عمله صح رقم اتنين او القسم الثاني اللي هو من اول القسم الثاني دوت اللي هو الريسيرش المانجر كان اتنين لوكيشن كايرو الديبارتمنت مانجر وبدا يقول الديبارتمنت مانجر اللي هو رقم اتنين اللي هو سيد و5000 وكل البيانات بتاعته يعني جاب لي كل البيانات اللي انا عايزها من القسم الثاني لكن القسم الاولاني ما طلعش معانا في المجابيت ما ربطش بالنتيجه بتاعته طيب نرجع هنا ايه السبب هنا المانجر واحد المانجر اتنين هنا الاثنين تكست هنا كان دوت قيمته هنا اسمه دوت رقميه مش نصيه فطبعا هو قابلها انت فشايف ان الانت غير الايه غير السترنج فانا هقول له لا سترنج عاديه وقت واحد واقول له ابديت خلاص كده المفروض في جانبين هنا اهي المانجر سترنج واحد اهي وهنا المانجر سترنج 2 وهنا الاي دي ولا عمل حاجه ما عدلوش زي ما قال طيب تاني مره اخيره ولا ندخل الداتا من اول وجديد قلت له ابديت نعمل ريفرش ونشوف ما قبلوش طيب فانا هضطر احذف وهنيو انسيرت تاني انا هقول له الاندرسكور اي دي ده كان واحد ده سترنج عادي بعد كده النيم قلنا ده عادل طبعا المفروض نبقى مظبطين انواع البيانات بس احنا دلوقتي عشان مركزين في الربط على طول السالري 3000 الجندر ام
الجوب كانت مانجر مثلا، فكده بقى سترينج اهو من الاول، فمش عنده مشكله. وهنا ده مربوط بالسترينج، مربوط بالسترينج. تعال نعيد تجربه الايه، تجربه تاني ونشوف. سهم لفوق ورن، اقوم السيرفر بان انا اخش على اللينك عشان يعمل ليسننج ويستمع للايه، للقصه. ماشي، تعالى بقى هات الداتا المره دي وكوبي، تعالى نرميها هنا بيست. هذه الاي دي مش عارف ايه، قسم الاي تي، المانجر واحد، لوكيشن جيزه، الديبارتمنت مانجر. مين هو بقى الديبارتمنت مانجر؟ الاي دي واحد، النيم عادي. ماشي، طيب بعد كده كمل وقال لي الاي دي بقى اللي اسمه مش عارف، اديني من اللي اسمه ريسيرش، قسم البحوث. قال لي مين؟ قال لي سيد. وبكده يكون ايه، يكون ربط فعلا القسم اي تي مع المدير بتاعه، قسم الريسيرش مع المدير بتاعه، يبقى عملنا بالشكل دوت الايه، الجوين ما بين الداتا بفكره الاجريجيت والبارامتر بتاعها اللي هو لوك اب. بنحدد له طبعا ده الاساسي الديبارتمنت، وتحتيه الموظفين، اللوكال فيلد مين، الفورن فيلد مين، ونديله اسم ونطبع طبعا زي ما احنا عايزين. طبعا دي جيسون جاي لك، الار اس اشتغل فيه زي ما انت عايز او زي ما انت متعلم في الجيسون في الجافا سكريبت.